يا رب يحفظكم ويحفظنا ويشفي كل مريض، قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع بروفة اليوم عن فوائد العرقسوس العديدة للجسم والمعدة والجلد وأمراض الصدر والأعصاب والصدفية وعسر الهضم. وللتعرف على تلك المعلومات بشكل أدق وأوضح، يلا بينا نروح لتفاصيل بروفة النهاردة. لقد عرف القدماء المصريون والرومان والعرب نبات العرقسوس، وورد وصفه في كثير من المراجع القديمة، ومنقوعه المخمر يفيد في حالات القيء والتهيج المعدي. وهذا النبات له قيمة علاجية عالية لدى المصريين منذ قديم الأزل، وكان يطلق عليه شفا وخمير يعرقسوس، لما له من تأثير شافي للعديد من أمراض الجهاز الهضمي. ومن أهم فوائد العرقسوس للمعدة علاج حالات قرحة المعدة. مشروب العرقسوس: عرفت جذور نبتة العرقسوس منذ أكثر من 4000 سنة عند البابليين كعنصر مقوي للجسم وللمناعة، وقد عرفه المصريون القدماء وأعدوا العصير من جذور العرقسوس. وقد وجدت جذور العرقسوس في قبر الملك توت عنخ آمون الذي تم اكتشافه في عام 1923. فقد كان الأطباء المصريون القدماء يخلطون العرقسوس بالأدوية المرة لإخفاء طعم مرارتها، وكانوا يعالجون به أمراض الكبد والأمعاء. وقد عرفه الأطباء العرب حيث كان يستخدم كطعام ودواء، ويقول عنه ابن سينا في القانون أن عصارته تنفع في الجروح، وهو يلين قصبة الرئة وينقيها، وينفع الرئة والحلق، وينقي الصوت، ويسكن العطش، وينفع في التهاب المعدة والأمعاء وحرقة البول. عقار الكمداس، وهو علاج قوي لقرحة المعدة، مستخرج من نبات العرقسوس. ووجد أن المادة الموجودة في العرقسوس وهي الصابونين هي التي تقوم بالأثر العلاجي، وتدخل أيضا في الأدوية المعالجة للآلام والحنجرة والكحة وضعف التنفس، كما أنها تصلح كمضاد للإمساك. ويحتوي جذور العرقسوس على 9 مركبات لها تأثير مقشع للبلغم، بالإضافة إلى مركب عاشر له تأثير مضاد لسموم الجسم. ويأخذ من مسحوق العرقسوس ملعقة صغيرة وتوضع في ملء كوب ماء سبق غليه، وتترك لمدة 5 دقائق، ثم يصفى ويشرب، وتكرر العملية 3 مرات في اليوم، مع ملاحظة أن الاستمرار في علاجه لمدة طويلة أو زيادة الجرعة له تأثيرات سلبية مثل الصداع وارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل ونقص البوتاسيوم. استعمالات العرقسوس: ويستعمل الآن العرقسوس لتحضير مستحضرات صيدلية مختلفة تفيد في علاج قرحة المعدة والقيء الذي يصاحب الحمل والحموضة المعدية، وقد أعطت هذه المستحضرات نتائج مشجعة جدا، وتجرى الآن دراسات جدية لزراعة نبات العرقسوس وفصل حمض معين وتصنيعه منه دوائيا. أما آخر الأبحاث عن قدرة الجليسرين، وهو مادة داخل العرقسوس وهو أحد مكونات خلاصة العرقسوس، على شفاء مرضى الالتهاب الكبدي، وخاصة الالتهاب الكبدي الناتج من فيروس سي. وقاموا أيضا بنشر أبحاث توضح فاعلية هذه المادة في وقف نمو السرطان الذي يصيب الكبد، ووصل اقتناع الهيئة الصحية باليابان بهذا الأمر إلى تسجيل مستحضر طبي تحت اسم نيو مينيو فاجين سي القوي بوزارة الصحة اليابانية، والذي يستخدم بصفة رسمية في الآونة الأخيرة في علاج الالتهاب الكبدي سي. فوائد العرقسوس للمعدة: يساعد على شفاء قرحة المعدة خلال عدة أشهر، وله أثر فعال في إزالة الشحطة والحرقة عند حدوثها. يساعد كذلك على ترميم الكبد لاحتوائه على معادن مختلفة، وهو مدر للبول، ويشفي السعال المزمن باستعماله كثيفا أو محلولا بالماء الساخن، ولذا يفضل استعماله ساخنا للوقاية من الرشح والسعال وآثار البرد. هو يجلب الشهية باستعماله أثناء الطعام، ويسهل الهضم باستعماله بعد الطعام. أفضل شراب مرطب للمصابين بمرض السكر لخلوه تماما من السكر العادي. منشط عام للجسم ومروق للدم، يفيد في شفاء الروماتيزم لاحتوائه على عناصر فعالة تفيد في ذلك.
لقد اعتبره الدستور الألماني مع بعض الدساتير العالمية الأخرى أحد الأعشاب الهامة في علاج أمراض كثيرة، ومن أهمها قرحة المعدة والإثنى عشر، كما يحتوي العرقسوس على عدة مركبات مضادة للقرحة، والذي يشبه في تأثيرها تأثير الكورتيزون، ولكن لا يسبب الآثار الجانبية التي يسببها الكورتيزون وهو مضاد للالتهاب. فوائد العرقسوس للمعدة لعسر الهضم: يعتبر العرقسوس من أفضل المواد لعلاج عسر الهضم الناتج عن القرحة. أما الجرعة من مسحوق العرقسوس هي ملعقة صغيرة في ملء كوب ماء سبق غليه، وتقلب جيدا ثم تغطى مدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ويشرب بمعدل 3 أكواب في اليوم، ويفضل استخدامه بعد الأكل بساعتين، ولا تزيد مدة استعماله على 6 أسابيع. وعلى المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم، ومرضى السكري، ومرضى القلب، والذين يعانون من أمراض السمنة والحوامل عند استعمال العرقسوس، ويمكن استبداله بأحد الأعشاب الأخرى. فوائد العرقسوس لأمراض الأعصاب: العرقسوس لأمراض الأعصاب يكون مؤثر في علاج حالات الالتهاب الكيسي والتهاب الأوتار، مثله مثل الكورتيزون شائع الاستخدام. ومن المعروف أن المادة الفعالة التي تشبه الكورتيزون في العرقسوس هي مادة جليسراتيك، التي لا تسبب الأضرار الجانبية التي يسببها الكورتيزون، مثل زيادة الوزن وسوء الهضم واضطراب النوم وضعف المناعة تجاه العدوى. ويمكن استخدام ملعقة صغيرة من مسحوق عرقسوس مرة إلى مرتين في اليوم، مع ملاحظة عدم استخدامه من قبل الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. فوائد العرقسوس لأمراض الصدر: العرقسوس لأمراض الصدر يؤخذ ملء ملعقة من مسحوق جذور العرقسوس، ويوضع في ماء مقداره ملء كوب ماء مغلي، ثم يشرب بمعدل 3 أكواب في اليوم. وعلى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عدم استعمال هذه الوصفة، وهذه الوصفة صالحة أيضا للأطفال. علاج الكحة: فيستعمل مسحوق العرقسوس بمقدار ملعقة صغيرة تذاب في ملء كوب ماء، وتشرب مرتين في اليوم. فوائد العرقسوس للصدفية: علاج للصدفية: لقد تحدثنا عن العرقسوس كثيرا، الذي يستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وقد ذكرنا أنه يحتوي على مركب يشبه إلى حد ما تأثير الهيدروكورتيزون، ولكنه لا يعطي الأضرار الجانبية التي يسببها الكورتيزون. الطريقة أن يؤخذ مسحوق العرقسوس الناعم ويخلط مع فازلين، وتدهم به المناطق المصابة بالصدفية. فوائد العرقسوس والإصابات الفطرية: يفيد العرقسوس ضد أنواع الإصابات الفطرية، ولقد وجد أن العرقسوس يحتوي على 125 مركب مضاد للفطريات، ويعتبر من أكثر النباتات المسجلة غنى بهذه المركبات. ويقول الدكتور أدولي أنه لم يجد أنجح علاجا للفطريات من العرقسوس، والطريقة أن يعمل خلاصة مركزة من العرقسوس، وهي كالآتي: يتم أخذ حوالي 5 ملاعق شاي من المسحوق ووضعها على كوب ماء مغلي، ثم يتم دهن المناطق المصابة بالسائل بواسطة قطعة قطن، وذلك مرتين إلى 3 مرات في اليوم. يقول الدكتور مايكل موراي، أخصائي الطب الطبيعي والمشارك في تأليف موسوعة الطب الطبيعي والعديد من الكتب الدراسية عن التغذية والمعالجة بالطبيعة، أن العرقسوس المنزوع منه مادة الجليسريزين يعالج كل من حرقة المعدة وقرحة المعدة والمريء بنجاح تام. وأثبتت العديد من الدراسات أن جذور العرقسوس مضادة للتقلص، وهي تقلل من إنتاج حامض المعدة، وبالتالي تقلل من حرقة المعدة. والعرقسوس آمن بجرعات لا تزيد عن 3 أكواب في اليوم، والاستعمال لمدة أكثر من 6 أسابيع أو تناول كميات أكبر قد يسبب صداع وكسل واحتباس للماء والصوديوم، وفقدان زائد للبوتاسيوم، وارتفاع في ضغط الدم. كوب من العرقسوس من وقت لآخر يقيك من حرقة المعدة، ويعد آمن، وينصح بعدم الإكثار من شرب العرقسوس للمصابين بارتفاع ضغط الدم.